السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج أسرار الحياة. حلقتنا النهاردة مختلفة تماما، حلقة عن لعب الكرة. كلنا طبعا بنحب الكرة وأولادنا بيحبوا الكرة، بس خلوني قبل ما أبدأ حلقة النهاردة أصبح على زميلتي أستاذة هند شاهين. صباح الخير أستاذة هند. صباح الخير يا أستاذة آية. صباح الفل عليكي. النهاردة طبعا حلقتنا مختلفة لأن احنا هنتكلم النهاردة عن أكاديمية مهمة جدا، هي أكاديمية وليد هويدي التسويقية. لو اتكلمنا عن الاكاديميه ديت، فالاكاديميه دي فعلا علمت وربت وكبرت وخرجت من تحت ايديها اكبر اللاعبين. طبعا انا مهما اتكلم عن الاكاديميه مش هقدر اتكلم عليها غير لما طبعا الكباتن هيعرفونا بكل كبيره وصغيره عن الاكاديميه ديت. معانا النهارده كابتن عاطف معوض، مدير الاكاديميه ومدرب في نادي مصر المقصه، ومعانا برضو استاذ كابتن عبد الستار، مدرب في نادي مصر المقصه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بيك كابتن عاطف. عايزين حضرتك تعرفنا نفسك اكتر. انا عاطف معوض، مدير الاكاديميه ومدرب في نادي مصر المقصه، والمسؤول الاول بعد الكابتن وليد عن الاكاديميه. اهلا وسهلا كابتن عبد الستار. ممكن تعرفنا؟ عبد الستار المصري، مدرب في نادي مصر المقصه، ومدرب 2006 و2007 من اكاديميه الكابتن وليد هويدي. طبعا بنتكلم على الكابتن عاطف، يبقى بنتكلم على الاكاديميه ولازم نتعرف على الاكاديميه اكتر. اقول لحضرتك اولا يعني الاكاديميه ديت بدات في الاول خالص، يمكن بقى لنا دلوقتي سنتين، في بدايتها كانت في 10/2018. تمام. احنا يمكن عندنا الفتره اللي جايه في 10 اللي جايه ان شاء الله يبقى في احتفاليه خاصه بالثانويه بتاعتنا اللي احنا بنعدي عليها سنتين دلوقتي، كل سنه بنعمل لهم احتفال. كابتن وليد كان مشكورا يعني هو اللي صاحب فكره الاكاديميه، لان احنا كان في موضوع يعني في موضوع التسويق والناس اللي بتاخد فلوس، فكانت عامله مشاكل شويه عندنا. فجيت موضوع الاكاديميه ده عشان خاطر يبقى التسويق عندنا بدون مقابل، يعني خدمه لابناء الفيوم. والحمد لله رب العالمين الاكاديميه دلوقتي فيها مجموعه كبيره جدا من المدربين المحترمين، فيها مجموعه من اللعيبه المحترمه الكويسه. في السنه اللي فاتت يمكن 23 لعيب راحوا من عندنا لانديه مختلفه. اكاديميه احترافيه الحمد لله رب العالمين، انديه مختلفه. طبعا كل ده مش ما بيجيش في يوم وليله، اكيد طبعا في جهد وفي عمل وفي تنظيم وفي شغل وفي تعليمات بتيجي وتعليمات بتنفذ عشان نوصل للي احنا وصلنا له في الاخر. الحمد لله رب العالمين، نعتبر افضل اكاديميه موجوده عندنا الحمد لله رب العالمين. تمام. هنطلع بس فاصل بسيط ونرجع مره ثانيه. هنطلع فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. ورجعنا لكم مره ثانيه وعن سؤال الاكاديميه. طبعا كنا بنتعرف على الاكاديميه، عايزين نتعرف اكتر عنها وعن الاستاذ وليد. والكابتن وليد طبعا هو يمكن صاحب فضل على ناس كتيرة جدا مش الاكاديميه أكيد بس، هو كابتن معروف اساسا. لا كابتن وليد انا مش ناس على عضو مجلس الشيوخ، ويمكن هو الرياضي الوحيد اللي موجود في مجلس الشيوخ لسه الفتره اللي عدت ديت، وبنبارك له طبعا وربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله تعالى، ومدير الكره بنادي مصر المقصه، وهو صاحب النهضه الرياضيه اللي موجوده في الفيوم كلها. فربنا يكرمه ان شاء الله باذن الله تعالى. الراجل صاحب فضل على ناس كتيره داخل الرياضيين داخل الفيوم، وهو صاحب طفره كبيره حصلت داخل الفيوم، وهو صاحب الفكره الاساسيه في الاكاديميه، وكانت منحه مجانيه لاهل الفيوم. لاهل الفيوم، يعني هو الموضوع الاكاديميه ده خدمه لاولاد الفيوم ان التسويق هيكون ببلاش فيها. يعني بدون ما حد بدون ما حد يجي يضحك عليك، وخاصه اولياء الامور بيحصل منهم مشاكل كتيره جدا ان الناس بتدفع فلوس عشان تروح عندي. انا لو ابني كويس ما هيروح النادي عادي، المفروض هو ياخد فلوس مش يدفع فلوس. لا فعلا في اكاديميه لازم يدفع فلوس عشان ادخل ابنك الاكاديميه دي. معروفه. لا اول الاشتراك حاجه، واننا سواقه حاجه تانية. يعني الاشتراك ده ان اشتراك اكاديميه، لان انا عندي ملاعب، عندي مدربين بياخدوا مقابل عشان الملعب باجارهم، عندي مدربين بياخدوا اجر عشان شغلهم. تمام. لكن انا بتكلم في عمليه التسويق. التسويق ده مشكله يمكن على مستوى مصر كلها، ان ناس في ناس يمكن في ناس بتتكلم مع ناس في التعبير، ولكن الناس بتنصب على الناس. هو النصب جزيل، ولي الامر بيساعد، لانك انت عارف ابنك كويس خير وصل. ممكن ابني ما يكونش كويس في الكوره، ممكن الاقيه في اتجاه تاني افضل ليه واحسن ليه. اكيد. ما بقاش انا مصمم بيجي له يعني ياخدوها من ناحيه ايه، احنا هندربه هنعرفه على الناس اكتر، فلازم تدفع فلوس عشان نعرفه. لا ما هو بتيجي بالجانب ده، هي القصه كده. هي القصة بتجي من ناحية ولي الأمر، والناس نفسها تعمل مستقبل لابنها فخلاص. بتجي القصة من الناحية دي، من ناحية ولي الأمر إنه بيساعد برضه في موضوع. طب أنت وجهة نظرك إيه يا كابتن عبد الستار في الموضوع ده؟ ما هو زي ما بتدرب أو إزاي تعرف إن الشخص ده يعني سؤالنا بقى حضرتك، عايزين نتكلم عن فريقك. يعني أنا معايا 2006 و2007 في أكاديمية الكابتن وليد هويدي. حضرتك إحنا مطلعين عندي 2 لعيبة في المقصة طبعًا الأولوية،
في التسويق عندنا بتبقى النادي بتاعنا اللي هو نادي مصر المقاصه، بعد كده بنسوق اي نادي تاني على مستوى الجمهوريه. احنا معانا، انا معايا 2 لعيبه في المقاصه، احمد محمود وعبد الله حارس، تمام. وعندنا 2 في الزمالك خدوهم الزمالك من الاختبارات، مصطفى صلاح وعمار عادل. ما شاء الله. وطبعا في بعض اللعيبه المميزه معايا في 2006 و2007، ميدو اشرف، مهند، عبد الله احمد، فيها اللهم صل على النبي، في بدل اللعيب يعني عشرات يعني مميزين كتير في الاكاديميه كتير عندنا. بتستر انت حضرتك بتبص للشخص، للولد او كده تعرف ان هو بيعرف يلعب ولا لازم تاخده كتدريب الاول؟ لا، اللعيب بيبان من لمسه. ازاي بقى؟ يعني ممكن لعيب من لمسته، من لمسته في الكوره يبان. اللعيب ممكن يبان من لبسه، يعني حضرتك مجرد ما تشوف ده لعيب وينفع ده لعيب بقى، دي خبره. اللعيب ممكن يبان من طريقه لبسه في التيشيرت والشورت يبان من لمسه في الملعب، من تمريره، باص، من تحرك. من سن كام بقى بتقبلوا اللعيبه عندنا الاكاديميه؟ نتكلم بقى كابتن عاطف، من سن كام؟ بص، بالنسبه للاكاديميه عندنا والمراحل، عايزين نعرف بقى الكيان المتكامل ده. هقول لحضرتك، احنا عندنا عاملين اي وبي، الف وباء. ايه ديت اللي هي المجموعه الافضل، من خلال زي فصل متفوقين وفصل اقل تمام شويه. تمام. والمستوى، فمن خلال المستوى الاعلى ده كله مع بعضيه. تمام. عشان كله مع بعضيه بيرفع مستوى بعض، لكن لما بيحط ولد مستوى عالي في مستوى اقل هينزله، بينزله. بينزل حضرتك. فاحنا عندنا ايه وعندنا بي. الولاد ده مش قليل، اللي هو بي ده او الفه ده، الف ف وب ده مش قليل، ولكن عايز شغله معين، محتاج دفعه. محتاج شغله معين بطريقه معينه. تمام. لكن ده مثلا وصل لمرحله افضل من ده شويه، فبياخد شغل تاني. عشان كده كل مدرب عندنا بنحطه في الحته بتاعته. احنا عندنا في اي بي، لو اسمحي لي بس اقول للمدربين اللي عندنا، اكيد طبعا. لو اتكلمت على المجموعه الف، في كابتن عيد حسن ماسك 2004 و2005، في كابتن عبد الستار 6 و7، كابتن محمد سعد ماسك 8 و9، في اضافه لينا جايه جديد ان شاء الله كابتن هاني مصطفى، ده اضافه كبيره لينا ان شاء الله في الاكاديميه، ده يبقى ماسك 2010. اما المجموعه الثانيه ففي موجود عندنا الكابتن حماده عبد الشكور، ده ماسك 2008 و2009 في المجموعه اللي هي باء، كابتن سامح رمضان ماسك المجموعه 10 و11، المجموعه الصغيره خالص الاولاد بقى اللي هم 13 و14 و15 معاهم الكابتن راضي، في كابتن راضي حراس مرمى. وفي عندنا طبعا حراس المرمى معاهم المدرب بتاعنا الكبير كابتن حسين، راجل محترم اللي هو تاريخ كبير في الكوره وتاريخ في التدريب. وكلهم الحمد لله رب، ناس كلها على مستوى عالي جدا من التدريب، ناس اخلاقيا ده مهم جدا بالنسبه لنا. تدريبيا الناس معروفه انهم معروفه كويس جدا في الفيوم، ان هم على مستوى عالي من التدريب. في عندنا الاعلام الكبير طبعا الكابتن محمود الصعيدي، ده ربنا يوفقه ويكرمه ان شاء الله، ده مشروع اعلاميا. في معنا الدكتور محمد عاطف والبشمهندس احمد عاطف، ده الاداريين المسؤولين عندي في الاكاديميه. ده الكيان بتاعه طبعا. فوق ده كله طبعا الكابتن وليد هويلي طبعا هو المسؤول الاول، بناخد التعليمات والناس بتنفذها. بس انا برضو عايزه يعني اوضح للساده المشاهدين حاجه يمكن يعني انا فاهماها، ان 2006 و2000 مثلا و4 ده السنه الميلاديه او السنه اللي اتولد فيها الابن او صح؟ لان طبعا في ناس ممكن يقولوا ايه يعني ايه 2006 و2004؟ احنا برضو عايزين ايه؟ لا يعني احنا عايزين نحدد السنه. انا فاهماها، انا فاهماها عشان يعني احنا بس نقول 2004 ده مثلا اللي هم المرحله اللي هم 16 و17 17 سنه سنه، بناخد بقى 2004 ل 2020 هيبقى 16 او 17. تمام. وهكذا يعني مثلا 2006 ده اللي هم 14، 2005 اللي هم 15. المرحله اللي احنا عندنا بنقول كده يعني في ال 19 لان هم برضه لخبطوا. سن 40 بينفع يلعب برضه؟ الرياضه اللي من هالسن ما حضرتكش تبقى عارفه. لا لا لا، في حاجه، لا في حاجه صحيح تتكلم من الفوتبول دلوقتي، اتعمل دلوقتي حاجه اسمها من الفوتبول الجديده، دي خماسيه ودي ما لهاش سن معين يعني. وبعدين اولا الرياضه ما لهاش اي سن. الرياضه ده اي حد يمارس لغايه 80 سنه تمارس. كابتن عنده 40 سنه وتلاقيه كابتن عصام الحضري، حاجه موجوده، حارس مرمى، عبد المنصف، السد العالي بتاعنا، عبد المنصف، عبد المنصف في نوادي دجله، الحارس حاجه واللعيب حاجه ثانيه. الحارس ممكن يقعد فتره طويله في الملعب، لكن لعيب الكوره بيوصل لمرحله معينه. حسام حسن يا كابتن لعب برضه، حسام حسن برضه لعب يا كابتن، اللياقه البدنيه برضه حلوه برضه. ايه المرحله اللي بيوصل لها خلاص ده ما ينفعش يلعب؟ لا مش عكس مرحله ما ينفعش يلعب، هي يعني في ممارسه بتختلف عن ممارسه بصفه رسميه، ان انا بتكلم بلعب في دوريات وحاجات زي كده، وفي الرياضه الممارسه العاديه يعني. ما هو الرياضه مش رياضه، المشي في حد ذاته رياضه، الجري رياضه يعني. لو انت مشيت ساعه ما دي بعمل رياضه عند الحد في البيت. معنا مداخله من كابتن جمال. الو 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 الو، وسهلا يا كابتن، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك، منور في اسرار الحياه يا فندم.
الله يخلي حضرتك، مشكرين. معاك كابتن عاطف. نعم؟ معاك كابتن عاطف. أهلا وسهلا، طبعا بمسي على كابتن عاطف كابتني وحبيبي، وبمسي طبعا على كابتن عبد الستار. الله يكرمك يا جماعة. ازيك يا كابتن جمال؟ ايه رأيك، ايه رأي حضرتك في الأكاديمية يا كابتن؟ الصوت بس بعيد معلش. هو الصوت من عند حضرتك. ايه رأي، ايه رأي حضرتك في الأكاديمية؟ حضرتك طبعا دي أكاديمية الكابتن وليد ايدي. كابتن وليد طبعا يعتبر الشخصية الرياضية الأولى في الفيوم، فطبعا أكاديمية الكابتن وليد أكيد هتبقى أفضل وأميز أكاديمية في الفيوم. أكاديمية بصراحة بتشتغل باحترافية، بتشتغل على أعلى مستوى، يعني الأكاديمية فيها مراحل سنية، كل مرحلة سنية مختلفة يبقى ليها مدرب، فهم بصراحة بيشتغلوا زي كأنه نادي، دور ممتاز بصراحة. فصراحة الكابتن عاطف عامل شغله على أعلى مستوى. متشكرين جدا يا كابتن، تمام. وتشرفنا بحضرتك. كابتن عاطف، احنا اتكلمنا عن الاكاديميه ككيان، احنا عايزين نعرف بقى ايه هي استاذه هند. استاذه هند معلش بس الاذان، نطلع فاصل. الاذان ممكن؟ تمام، فاصل بسيط بس ونرجع لكم مره ثانيه. ورجعنا لكم مره ثانيه وهنتكلم عن انجازات الاكاديميه. استاذ كابتن عبد الستار، عايزين نتكلم عن انجازات الاكاديميه اكتر. إنجازات الأكاديمية زي ما اتكلم كابتن عاطف من شوية، منها مطلعين أكتر من 20 لاعب لفرق مختلفة، نوادي مختلفة بالنسبة للقاهرة، زمالك، أهلي، بيراميدز، داخلية، بعد النوادي التانية يعني. واللي يقدر يتكلم كمان باستفاضة عن موضوع كابتن الإنجازات كابتن عاطف يعني مشكور. احنا اتكلمنا عن الأكاديمية ككيان قبل الفاصل، احنا عايزين نعرف دلوقتي انجازات الاكاديميه، ايه اللي الاكاديميه حققته؟ هقول لحضرتك، هو بالنسبه ان احنا بالنسبه للاكاديميه مش كوره بس يعني. يعني عندنا الاكاديميه مش كوره بس، احنا بربي انسان زي ما بقول لك، ربي ابنك يعني ابنك ولا تبنيلوش، احنا بنبنيه كانسان. تمام. اولا بالنسبه للمرحله التعليميه احنا بنعمل على طول باستمرار تكريم للي هم اوائل المراحل السنين، المراحل المختلفه التعليميه المختلفه بنكرمهم. في عندنا حفله بتعمل لعيد الام، برضه بيبقى في تواصل موجوده مع الام. عملنا برضه يمكن الناحيه الصحيه، عملنا يمكن دي حاجه مش موجوده في اي اكاديميه في مصر، عملنا اشتراكات مع بعض الدكاتره ومع المستشفيات ومع الموضوع ده. لسه ما حدش بيعمل الكلام ده يعني، لا هو خالص. الفكر ان دايما بيبقى سابق يعني شويه، ومع معامل التحاليل ومع مراكز الاشعه، وده مقابل شيء معين للولد واسرته كلها، الولد والاب والام يعني والوقت. مش شامل بس الولد، لا يعني لا لا، هو شامل الاسره شامل كلها. الاسره كلها هو بيتعمل له كارنيه، بيروح هناك بيعرف انه تابع الاكاديميه، بتعمل له التخفيض عشان خاطر مثلا كل دكتور حسب نسبه التخفيض اللي بيتفق معاها فيه يعني. تمام. فده طبعا يعني حاجه يعني ما تبقاش كانتش موجوده قبل كده يعني، او مش موجوده في اي مكان يعني. كان في جيم فطبعا يمكن برضو الاتفاق مع الجيم، برضو الاولاد اللي عايزين محتاجين برضو علاج طبيعي ولا حاجه بيخش نفس الكلام، بيبقى في اتفاق مع ناس معينه في شغل معين، هم اللي بيقوموا بالكلام ده من خلال التواصل بيننا وبين بعض. في تواصل بين الاسره بيننا وبين الاولاد حاليا. احنا بنعرض صورهم الاولاد المتدربين. حاجه مشرفه، عايزين تكلمونا عنهم اكتر. والله بالنسبه للاولاد في كتدريب حضرتك، احنا بنربي يعني او بنطور المهاره بتاعته وبنرفع من كفاءته، بنشتغل على باسلوب علمي او كتطوير المهاره، اللاعب بيدخل عندنا في الاكاديميه احنا بنشوف ايه اللي ناقصه وبنحاول نشتغل له عليه، بحيث ان احنا لما نيجي نسوقه لاي نادي، طبعا مقصة الاول وبعد كده اي نادي تاني، فيبقى عنده من المهاره ما يكفي ما يكفي انه يخليه كامل متكامل، ما يكفي انه يخليه من الناحيه الصحيه يقبل في اي نادي، صحي بدني مهاري سلوكيا اخلاقيا تربيه كامله دينيا ثقافيا حاجات حلو كتير. جدا كل ده موجود. ازاي اوصل لحضراتكم او اشترك مع حضراتكم يعني؟ بس مجرد ان احنا في حضرتك بمثاب، في اولا في الصفحه بتاع الاكاديميه، وفي الموبايلات موجوده، فالولاد بيتصلوا او ولي الامر بيتصل على المسؤول اللي هو المسؤول الاعلامي او الاداري المسؤول عن الكلام ده، فبيقول له انا عايز، بيقول له الوضع كذا عندنا،
فبيجيبوا في الاول تمرينه، بتشوف الولد ينفع ايه، ينفع بيه حسب مستوى الولد، وبعدين بيخش الولد يشترك. يعني في برضه سؤال يا استاذه ايه، حضرتك كلمتنا عن الناحيه الصحيه بتاعه الطفل داخل الاكاديميه، فنفرض مثلا لو هو مثلا عنده انيميا، عنده مثلا زي مرض السكري دوت يا هقول دكتور، لحضرتك احنا في الاول خالص المفروض بيطلب من الولد شهاده صحيه. الدكتور بيعمل ايه؟ احنا بنطلب شهاده صحيه في تمام. الولد. الشهاده الصحيه ديت بناء عليها بعرف ان الولد يعني خالي من الامراض وان هو يقدر يمارس الرياضه، مفيش مشكله ان يمارس الرياضه يعني. تمام. لكن هو لو جاني وعنده اي مشكله فلازم يتعرض على الدكتور الاول، هل يقدر يمارس او ما يقدرش يمارس؟ هل المجهود البدني اللي هيعمله ده انا بتكلم له في تاثير النقطة ولا ملوش تاثير؟ ما انا بقول لحضرتك اللي حاجه طبيه، فاللي بيقول الكلام ده انا ما افتيش فيها الدكتور. انا بقول للدكتور ايه بقى ملاحظاته؟ الدكتور بيدي الملاحظات ويقول لك الولد ممكن يمارس او مش يمارس، في حاله انه عدم ممارسه فمدخله في حاجه ثانيه خلاص. هو الولد بقى ياخد ولي امره يتجه اتجاه تاني بعيد عن الرياضه، لان دي هتبقى بالنسبه له مشكله، هيحصل له مضاعفات. ايوه طبعا اكيد بالتأكيد. حضراتكم ليكم فروع طبعا في في فرع احنا فروع. لا احنا في فرع عندنا حضرتك في داخل فيوم بس في منيا الحيط، وده مسؤول عنه كابتن محمد فخري والكابتن، عشان برضه اذكرهم برضه الناس من حقهم. تمام. والكابتن اشرف يوسف ده المسؤولين عن الفرع اللي موجود عندنا في منيا الحيط. وفي ناس كتيره طلبت افرع كتيره، بس احنا يعني يعني مركزين شويه في فرع داخل المدينه عشان خاطر يبقى تركيز. معانا طبعا مداخله استاذ ياسر عطيه. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن حضرتك توطي بس التلفزيون يا فندم؟ ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك ياسر عطيه ولي امر لاعب في الاكاديميه وليد وادي. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. مع حضرتك كابتن عبد الستار. كابتن عاطف. اتفضل يا كابتن عبد الستار. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. والله هي الاكاديميه من احسن الاكاديميات الموجوده في الفيوم، ومش هقدر يعني على مستوى القاهره كلها، على مستوى مصر كلها. وانا ابني كان رايح الاكاديميه يعني على يده في الكوره شويه، وعن طريق الاكاديميه دخل من احسن نوادي مصر اللي هو نادي بيراميدز، ولاعيبه كتيره معايا برضه دخلت نادي بيراميدز ونادي مصر المقاصه والاهلي والزمالك ما شاء الله. يعني اكاديميا الحمد لله من احسن الاكاديميات الموجوده في الفيوم وعلى مستوى مصر كلها. بسلم على الكابتن عاطف والكابتن عبد الستار، وان شاء الله من جديد لجديد الاكاديميه على طول فيها جديد وفيها تقدم وفي الزهر على طول باذن الله. يعني نشكر حضرتك يا فندم. بالتوفيق يا استاذ ياسر. اكيد طبعا اكاديميه فيها كابتن عبد الستار وكابتن عاطف لازم تطلع. يعني انا متشوقه جدا للكلام اللي انتوا بتقولوه. انا طبعا يعني انا عندي ابني برضو بيتدرب في نادي، بس ما وصلش للمرحله اللي حضرتك بتتكلم عليها دي بامانه، ان هو يبقى فيه اكاديميه متكامله مهتميه بصحه الطفل وكمان مهتميه بالافراد الاسره. يعني دي حاجه وصف حاجه جديده جدا. يعني انا هاخد الاكاديميه ابني يتعلم، لكن انا ماليش دعوه بقى بافراد الاسره. في حاجه كمان عملها الكابتن عاطف، بعد اذنك الكابتن عاطف، في حاجه كمان عملها مش موجوده في معظم الاكاديميات يا استاذه. ان احنا عندنا دلوقتي مدرب مهاره ان شاء الله، يعني الكابتن عاطف برضه ما اعلنش عليها بعد اذنك يا كابتن، هيبقى موجود تمرينه كل شهر لجميع الفرق، كل اسبوع تمرينه كل اسبوع لجميع الفرق، هيعلم اللاعب او الناشئ المهاره فقط لا غير. حلو قوي. ده الكلام في حته ايه؟ التخصص. التخصص. فيعني انا يعني مثلا خصصت المؤسس الولد الصغير بالذات، يعني ده اهتمامي بيه الناشئ الصغير بالذات، ان هو اعلمه ازاي المهاره دي ازاي يعني تؤدى كويس او تؤدى بالطريقه الصحيحه مع الشغل بتاعنا. فعشان كده يمكن احنا جبنا مدرب عندنا، يمكن من الناس الكفاءات اللي موجوده في الفيوم، كابتن جمال لملوم، من الناس الكفاءات المحترمه اللي موجوده عندنا في الفيوم والناس كلها تعرفه ما شاء الله. فخليه هو متخصص في المهاره بس، ان الولد يمكن ده يمكن مش هتلاقيه حتى في الانديه، يمكن ما تلاقيش الكلام ده. انا تلاقي النادي الاهلي بس هو اللي عمل الحته ديت، في ان هو يجيب مدرب متخصص في حاجه معينه. فكون ان انا الولد الصغير اصلا كله شغله مهارات، فلازم اجيب له واحد متخصص بجانب شغله الاساسي بقى مع المدرب. يعني المدرب هو بيتعلم المهاره وبعدين بيخش بقى يدخلها في مجموعات لعب مع المدرب اللي هو الاساسي بتاعه. كابتن عاطف طبعا حلقتنا خلصت في ثانيه، وكان نفسنا نقعد معاكم اكتر والله. الله يكرمك. شرفنا بحضراتكم. الله يكرمك جدا. شكرا جزيلا لحضرتك. شرفنا بحضرتك. انا والله كان نقعد اكتر من كده، بس وقت الحلقه انتهى. نتمنى نكون ساده المشاهدين استمتعوا بمشاهده الحلقه ان شاء الله. انتظرونا في حلقه جديده من برنامج اسرار الحياه. شكرا.